السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فحديثنا في هذا اليوم عن البشارة. قال بعضهم: البشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، ويستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب. قال الرازي: البشارة إذا كانت مطلقة فإنها تكون بالخير، أما إذا كانت مقيدة فإنها تكون للشر، كقول الله تعالى عن الكفار: فبشرهم بعذاب أليم. أيها الإخوة الأفاضل، وردت نصوص كثيرة فيها بشائر عظيمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك، إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. والمنافقون والكفار مبشرون بعذاب الله. قال تعالى عن المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً. وقال تعالى عن الكفار: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقد بشر الله جل وعلا المؤمنين الخائفين منه سبحانه بالمغفرة والأجر الكريم. قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. وبشر الله جل وعلا المؤمنين الصابرين بالصلوات والرحمة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وبشر النبي صلى الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يبشر بالخير. فروى الإمامان البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. والأعمال الصالحة التي يعملها المؤمن ويحمده الناس عليها بشرى من الله له، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: يا نبي الله، أرأيت الرجل يعمل العمل يحمده الناس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من انطلق إلى المساجد في ظلمات الليل بالنور التام يوم القيامة.
فروى الإمام أبو داود في سننه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا بأنه من أهل الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك جبريل جاءني في جانب الحرة فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنهم أكثر أهل الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، أينا ذاك الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فحمدنا الله وكبرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة، ما أنتم في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أي عددكم قليل جداً بالنسبة للأمم السابقة، ولكن فضل الله عليكم بهذا النبي الكريم فضل عظيم جدا. والرؤية الصالحة بشرى من الله تعالى للمؤمن، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا 3: رؤيا صالحة بشرى من الله تعالى للمؤمن، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد البشارة استحباب التبشير بالخير، فإن الله تعالى قال: وبشر المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لكعب بن مالك عندما نزلت توبته: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. ثانياً، فضل الأعمال المبشر بها كالخوف من الله والصبر والمشي إلى المساجد في ظلمات الليل. ثالثاً، انتفاع المبشر بما يبشر به، فتعود عليه أو يعود عليه ذلك بالفائدة، كما جاء في الصحيحين أن كعب لما نزلت توبته صعد رجل إلى أعلى الجبل وصاح: أبشر يا كعب ابن مالك. قال كعب: فلما سمعت بذلك نزعت له ثوبي وأعطيته إياهما، والله ما أملك غيرهما. خامساً، فضل المبشرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: بشر ولا تنفر. سادساً وأخيراً، فرح المبشر بما يبشر به واستئناسه بذلك، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل في غار حراء رجع إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يرجف فؤاده، فقال زملوني، قالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل
وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واطمأن قلبه، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والصخب ارتفاع الأصوات، والنصب هو التعب والمشقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.